وهي بدايات عملية فيما يتعلق بمهارات الحوار. نريد من البداية أن نؤصل ونجسد هذه المهارات حتى نمارسها بعد ذلك من خلال التكليفات ومن خلال التمرينات الميدانية التي ستمارسونها سواء داخل أسوار الجامعة أو خارج أسوار الجامعة. كنت تحدثت في المحاضرة السابقة عن مدخل عام إلى الحديث الصحفي وإلى مفهوم الحديث الصحفي والأنواع باختصار، ولم ندخل في التفاصيل بعد، وسنترك ذلك للمحاضرات القادمة إن شاء الله. اليوم محاضرتنا ترتكز على موضوع إعداد والمهارات المطلوبة. للمحاور. والمحاور في هذا المكان وفي هذا المقام هو أنتم ونحن والصحفيون جميعا. المحاور هو فيصل وجوهر العملية الصحفية في خلال فن الحديث الصحفي، لأننا بصدد إجراء حوار، بمعنى أن يجب أن يكون هناك طرفين للحوار، طرف محاور وهو الصحفي وطرف متحاور وهو الشخصية أو عدة الشخصيات كما اتفقنا، والصحفي أو عدة الصحفيين، وصعدنا عدة حالات من هذا القبيل. فحقيقة أن الفرق والفيصل بين حوار وحوار، بين صحفي وبين آخر، يكمن في ماذا؟ في المهارات. واتفقنا في المحاضرة السابقة على أن الصحافة في الأساس هي مهنة المهارات، وهي فن التحاور مع الآخرين، بمعنى أن الصحفيين يقضون ساعات طوال من عملهم أين؟ في إجراء الحوارات مع الناس العاديين، مع شهود العيان، مع المسؤولين، مع الناس المختصين، مع المسؤولين والناس في مواقعهم المختلفة، من أجل الوصول إما إلى معلومات أو إلى آراء، لأن هذا هو يعني جوهر العملية الصحفية التي بصدرها تشتغل وتعمل معظم المؤسسات الإعلامية. فاليوم سنبدأ في هذا الإطار، نعطي بعض التوجيهات البسيطة، لأن هذا الأمر موضوع المهارات كما أسلفت يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى خبرة، اكتساب خبرة من خلال الممارسة وليس من خلال المحاضرة لا تكفي، وهذا كله يتأتى اللي هي المهارات من خلال الميدان. فسنركز بشكل كبير جدا على اكتساب هذه المهارات بشقين، سواء داخل المحاضرة أو خارج المحاضرة. لو وضعنا تفصيل أكثر لهذه المهارات فيما يتعلق بالحوار، ماذا يمكن أن نفصل؟ سنجد أن لدينا عدة أصناف وعدة أنواع من تلك المهارات. على صعيد إجراء الحوار، أنا كل حديثي الآن يرتكز على صعيد إجراء الحوار الصحفي. مهارات تتعلق في البداية إعداد الحوار. هناك مرحلة إعداد. مهارات إعداد الحوار الذي يميز الحوارات والمحاورين المتميزين والجيدين، ما هي؟ كيفية طرح الأسئلة. الإعداد أولا. ما معنى الإعداد؟ تجهيز الحوار. التحضير الجيد. التجهيز المسبق. البعض يطلق عليها مرحلة التخطيط. وللأسف يجب أن تنتبهوا إلى هذه النقطة جيدا. الكثير من الصحفيين يبتعدون عن مرحلة الإعداد لأنها قد تستغرق بعض الوقت وبعض الجهد وبعض الأشياء المطلوبة منهم، ويدخلون مباشرة في الحوار على أساس أنهم جاهزون ولا يحتاجون إلى مثل هذه المرحلة، خاصة الذي قضى عدة سنوات في العمل الصحفي قد يهيئ إليه أنه لا يحتاج إلى المرور بمرحلة الإعداد، يعني أنا بعد بالعمر هذا بدي أقعد أعد للحوارات. هذا كلام مش صحيح مطلقا. كلما كان الإنسان يعد جيدا لمحاضرته، لحواره، لزيارته، لأي شيء يقدم عليه في الحياة، كلما استطاع أن يحقق الأهداف بأقل وقت
ممكن واكثر انتاجيه ومخرجات ممكن. هذه نقطه مهمه جدا. فاذا لا نستهتر مطلقا بمرحله الاعداد، جمع المعلومات المسبقه عن الموضوع. تصوري طلبت منك اجراء اليوم موضوع عن قضيه من عن قضيه تتعلق مثلا بالاهمال الطبي في بعض المستشفيات. ذهبت مباشره الى احد المسؤولين في وزاره الصحه لاجراء حوار معه حول هذا الموضوع. كيف ستكون الاسئله؟ ليس لها هدف. ليس لها هدف، عشوائي. وماذا؟ سطحية، ليست عميقة. الموضوع المهم هنا عندما أواجه إنسانا مسؤولا يجب أن أقدم له شهادات وإفادات جمعتها من أناس آخرين. هناك حالة وقعت في الأسبوع الماضي لطفل تم استقباله في مستشفى الشفاء وكان مصابا بكذا وكذا وأدى الإهمال الطبي في التعامل مع حالته إلى 1-2-3. قبل عدة أيام الشهر الماضي عرضت علينا حالة من كذا. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقدم إليه أحد المواطنين بشكوى ضد طبيب لكذا. هذه حالات يتوقف أمامها المسؤول مليا، لا يستطيع أن يجاوب الآن بسرعة ويرد لأنه لا يعطي تصريح سياسي، لا يقول الجو جميل والجو الوضع السياسي جيد ولا الوضع السياسي متردد. الآن نحتاج إلى إجابات شافية. كيف تردون على ذلك؟ كيف تواجهون هذه الحقائق؟ لو لم يكن لدي أي شيء من هذا المعلومات سيكون سنجري حوار، وهذا هو هناك حوارات، يعني ممكن أي صحفي يجري حوار، لكن هل هو هذا الحوار الناجح؟ لا. تحدثت في المحاضرة السابقة وأذكركم شغلة مهمة في موضوع المهارات. قد نجري اتصالا، قد نمارس فن الاستماع، قد نمارس فن الحديث، ولكن ماذا نريد من المهارات؟ لا نريد ذلك، لا نريد مجرد الحديث. لا أريد أن أقف أمامكم اليوم وأتحدث بأي كلام، أمل لي وقت المحاضرة. سهل جدا. لا أريد أن أطرح أي أسئلة على المسؤول من أجل بس يعني أن أنجز ما هو مطلوب مني. سهل جدا، ممكن أي إنسان ينجزه، لكن نريد حوارا صحفيا ناجحا يحقق هدف، إضافات، يحقق الهدف المنشود. وكما أسلفت نريد مثلا نمارس مهارة الاستماع. أي استماع؟ الفعال، الإنصات، الإصغاء. لا نريد مجرد أن نستمع ولا ندرك ما ولا نعي ما نستمع، نريد أن نفهم ما نستمع جيدا. أيضا نريد أن نمارس مهارة الإقناع والمهارات الأخرى التي سيأتي تفصيلها في هذا السياق إن شاء الله. فإذا الموضوع جد خطير ومهم جدا، موضوع اكتساب المهارات من أجل ممارسة العمل الصحفي، لأن هذه المهارات ليس فقط للمسار وليست فقط للحديث الصحفي، لأننا اتفقنا على أن الحديث الصحفي أكثر ما يميزه أنه يدخل في تركيب كل الفنون الصحفية. اكتبي خبر ستحتاجي إلى إجراء حوار، أعدي تقرير أو تحقيق ستحتاجي إلى إجراء حوار أو حوارات، اكتب مقال أيضا ستحتاج إلى إجراء حوار لاستيضاح معلومات وحقائق، ولا نكتب مجرد يعني كلام إنشاء. فلذلك هذا يعتبر من استراتيجيات العمل الإعلامي، هي إيجاد واكتساب المهارات التي تؤهلنا لإجراء مثل هذه الحوارات. إذا هذه بشكل سريع أيضا تحتاج إلى وقت للتطبيق، مهارات إعداد الحوار اللي هي المرحلة التي تسبق إجراء. حتى الآن لم نجري حوار، نحضر لإجراء الحوار. وقلت لكم أن الحوارات الناجحة في التلفزيون مثلا يعمل طاقم كامل على التحضير لهذا الحوار وليس فقط مقدم أو المحاور. ما نراه في البرنامج هو شخصاً، المحاور والمتحاور، لكن وراء الكواليس طاقم فني وإداري وبحث ومعلومات وما إلى ذلك من أجل إيصال هذه الحلقة إلى دائرة النجاح. النوع الثاني من المهارات المطلوبة منا مهارات التقديم. بدأ الحوار، الآن نريد أن نقدم
نبدأ، كيف نبدأ، وسنخوض بعض التجارب إن شاء الله من اللحظة الأولى لبدء الحوار، وما نوع السؤال الذي نبدأ به، ولماذا نبدأ به، وكيف نبدأ به، وما جو النفس الذي يجب أن يتوافر في هذا الحوار لإنجاحه، كيف نختار المدخل المناسب لبدء الحوار وانطلاق الحوار، كيف يكون شكلنا جلستنا، حتى الشكل العام للصحفي أيضا له علاقة بكل هذه المهارات، إلى أن نبدأ في موضوع ندخل في موضوع اللي هو الحوار. شيء له علاقة بالتقديم ولكن له خصوصية شديدة، لأن الحوار يقوم على سين وجيم، فلذلك مهارات تقديم الأسئلة، ولا حوار بلا أسئلة، لذلك الأسئلة تحتاج منا إلى تركيز شديد، تحضير أولاً، ويجب أن تكون مكتوبة في ورقة، وسنتفق على مجموعة آليات تتلخص في إيش؟ الأسئلة يجب أن تكون معدة مسبقاً، يجب ثم يجب ثم يجب، لا نعتمد على الذاكرة، الذاكرة تخون الإنسان، الكلام يجر الإنسان وينسي بعض النقاط المهمة، قد لا نستطيع العودة إلى الشخص لسؤاله سؤالاً مهماً فاتنا في خلال اللقاء، لذلك يجب التحضير المكتوب للأسئلة، ولكن لاحظوا يجب ولكن، أنا أحضر الأسئلة جيداً ولكن لا أتلوها تلاوة ولا أقرأها حرفياً أمام الشخص، لا يجوز إلي كصحفي أمسك بالنوتة وأقرأ قراءة حرفياً. ما تعليقكم على الاتهامات الموجهة إليكم بخصوص قضية 1-2-3؟ الصحفي خلال اللقاء يجب ألا يترك النوتة والقلم، حتى لو كان يعني خبيراً في المستوصف، هذا هو الأصل، أن تبقى النوتة والقلم ملازم له طوال إجراء الحوار، لأن هناك ملاحظات، هناك أشياء، هناك أسئلة متتابعة وهي مهمة جداً تخرج لنا خلال اللقاء فننتبه إليها جيداً. طيب، لذلك نحن نحضر الأسئلة ولكن لا نقرأها قراءة. هل يسمح لنا بقراءة شيء خلال اللقاء؟ يعني هل يمنع منعاً باتاً قراءة أي شيء؟ تفضل. لا، ممكن إذا بدنا نستخدم مثلاً أقوال آخرين، إذا أسماء علماء، أسماء حسب الموضوع، يعني ممكن إنه نقرأ من النقطة. تمام، جيد. غيره؟ أعطيكم، تفضلي. يمكن لو كان معاه دليل حول الموضوع اللي تمام صحيح. أعطيكم مثال كما تحدثت زميلتكم في قضية التي تطرقت إليها قبل قليل، الإهمال الطبي، بتاريخ 3/9/2012 تقدمت المواطنة سين عين إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقضية شكوى ضد مستشفى دار الشفاء بسبب الإهمال الذي تعرض إليه طفلهم وأدى إلى وفاته، وكان يعاني من 1-2-3، وهذه هي الوثيقة، وممكن أن أطلعها عليها لزيادة التفصيل. كيف تردون على مثل هذه الحالة؟ هناك تصريح صدر في جريدة الشرق الأوسط اللندنية حول المشاركة في قمة دول عدم الانحياز وما جرى خلالها ووراء الكواليس، كيف تردون على ذلك؟ ويمكن أن أقرأ بعض التصريحات، بعض الإفادات، بعض المعلومات، هناك معلومات تشير إلى تورط عدد من الوزراء في صفقة مشبوهة للاتجار ب1-2-3، كيف تردون على هذه الاتهامات؟ أدلة موثقة، هذا أفضل بكثير مما يأتي الصحفي، أنتم متهمون بالتورط في صفقات مشبوهة، من أين لك هذا؟ أين الدليل؟ هذا خطأ. الصحفي حتى لو كان لديه معلومات يجب أن يدعمها بدليل حتى يخلص نفسه. دائما نبعد أنفسنا وذواتنا عن الموضوع، لأنه إحنا لسنا طرفا، دائما تذكروا نحن كصحفيين لسنا طرفا، نحن وسيطا بين المجتمع وبين المسؤول، نحاول أن نلبي رغبات المجتمع وأن نجيب له عن تساؤلاته من خلال المسؤولين، فنحن لسنا طرفا، ويجب أن يتميز موقفنا بالحياد، و
وبالموضوعية خلال اللقاء، ولا نميل إلى طرف على حساب طرف آخر. الميل للحقيقة وليس لطرف على حساب طرف. فلذلك هذه المهارات يجب أن تبدأ بالظهور والبروز أيضا خلال اللقاء الصحفي وخلال الحوار. مهارات أخرى من المهارات اللي تأتي في إطار أيضا تقديم الحوار والعرض والتقديم هي المهارات اللغوية. وأحببت أن أركز عليها بشكل خاص، المهارات اللغوية، لأن اللغة هي أداة الصحفي. طب يعني هل هناك تركيز شديد على لغة الصحفي خلال الحوار برأيكم؟ هذا من ناحية، من ناحية لغوية. طيب في زوايا أخرى للتركيز؟ في بعد آخر للتركيز على المهارات اللغوية؟ الاستخدام الفصحى والعامية، جيد. غير هيك؟ يوجد نقطة أخرى مهمة جدا وهي القدرة على استخدام اللغة بأشكال مختلفة. القدرة على إيصال الرسالة والسؤال للشخصية المتحاورة بطرق مختلفة. المهارة في تغيير شكل السؤال إذا اقتضى الأمر. المهارة في الالتفاف على السؤال وعدم عرضه بشكل مباشر في بعض الأحيان. هذه ما تحتاج إلى مهارات لغوية. توجهت إليه بسؤال، رفض الإجابة أو موه الإجابة، لم أخذ إجابة والسؤال مهم، أتركه وأنتقل إلى سؤال آخر ثم أعود إليه. لا أعود إليه بنفس الصيغة لأن الإجابة واضحة، حتى لو لم يجب سبق وأن أجبت عليك في مرة سابقة لم تجب، خلص وجه السؤال، نغير الصيغة، نلتف على الموضوع. واللغة العربية الحمد لله لغة ثرية جدا، بحر من المعاني والمصطلحات والمترادفات وما إلى ذلك. هنا تسعفنا اللغة، صاحب الثروة اللغوية يستطيع أن يفرض سؤاله بطريقة مغايرة وألا يشعر هذا المسؤول بأن هذا السؤال طرح قبل ذلك. هذه أيضا مهارة مهمة جدا تحتاج إلى، وأنا لا أدعي أن هذه المهارات ستأتي بين يوم من الليلة وليس في فصل واحد، تحتاج إلى وقت ووقت ووقت طويل، وتحتاج منكم قبل الممارسة إلى الاطلاع المشاهدة. طلبنا منكم في المحاضرة السابقة أن تبدأوا بمشاهدة بعض البرامج الحوارية والتركيز الشديد في من؟ في المحاور. الآن ما الطرف الذي يعنينا هو المحاور الذي نستطيع أن نكتسب منه نقاط القوة ونقاط الضعف. ليس معنى ذلك أن كل ما يصدر عن المحاورين ما نراه هو صحيحا. سأريكم الآن بعض المقاطع، محاور أو عفوا مهارات أو تصرفات وسلوك مرفوض من قبل المحاورين يجب أن نشاهده. لماذا؟ حتى نكتسب الزلاف، حتى نبتعد، حتى نتحاشى، حتى لا نقع في مثل هذه الأخطاء والزلات التي تقودنا إلى إفشال الحوار وإلى توجيه الاتهامات وإلى تصوير أننا جئنا لتحقيق أهداف معينة. المسؤول إذا شعر أنه في أزمة يبدأ بتوجيه الاتهامات إلى الصحفي. هذا حدث في كثير من اللقاءات. أنت محسوب على من؟ من أين جئت بهذه المعلومات؟ من الذي دفع لك مقابل هذه المعلومات؟ ما الذي تريد الوصول إليه؟ أنا محاور، لا أريد الوصول إلا إلى الحقيقة، ولكن هو يريد أن يخرب ويعكر صف وأجواء اللقاء حتى يفوت الفرصة علي للوصول إلى ما أريد من هذا اللقاء. فلننتبه جيدا أن المسألة مرهونة بموضوع المهارات بدرجة كبيرة جدا، أكبر من موضوع معرفتنا للأنواع وبعض التفاصيل الصغيرة التي سندرسها خلال المسار إن شاء الله. آخر نوع من المهارات وليس الأخير المطلق ولكن الآن فقط، وهو مهارات الاتصال والتواصل. تلاحظون أن المسألة ليست سهلة ولكن ليست معقدة، ليست مستحيلة. مهمة المحاور سهل الممتنع، تتراوح بين السهل والممتنع. مسألة يجب أن نتعامل معها بأنها ليست سهلة. لماذا؟ حتى نحضر أنفسنا جيدا، حتى لا نستهين بالحوار، حتى ندخل إلى الحوار
الحوار يا اخواتنا عملية صراع يجب ان نفهمها كذلك. صراع ليست معركة، وانما بين طرف يحاول الوصول الى الحقيقة وانتزاعها في بعض الاحيان، وطرف يحاول التكتيم على المعلومات وابعاد الصحفي عن تحقيق الاهداف التي يصبو اليها. لذلك هناك حالة صراع قائمة بين طرفين، بين محاور ومتحاور. المحاور لا يمثل نفسه، نحن لا نمثل ذواتنا خلال اللقاءات، نحن نمثل من؟ نمثل الجمهور، نمثل المجتمع، نمثل من يبحث عن الحقيقة. لذلك يثق الناس في الصحفيين أنهم من خلال هذه الحوارات أنهم سيأتون لهم بالمعلومات والآراء التي يحتاجون إليها في حياتهم لتفسير المواقف والموارد والقوانين والتعاطف مع الأحداث وما إلى ذلك. فلذلك يجب، يعني هذا تعطينا مزيد من المسؤولية. ليست المسألة يعني فقط مسمى صحفي ومشهور وما إلى ذلك، هذه مسؤولية كبيرة جدا منوطة بهذا الصحفي في هذا المكان، في هذا الحوار مع هذا المسؤول. يجب أن يجتهد جيدا في الوصول إلى حوار ليس حوار مجاملات وحوار علاقات عامة، لا، حوار من أجل البحث عن الحقيقة، حوار من أجل وضع النقاط على الحروف بخصوص القضايا المطروحة، حوار من أجل إظهار أشياء مخفية. أي حوار لا يأتي بشيء جديد لا قيمة له. هل هناك حوارات لا تأتي بشيء جديد؟ كثير. من يذهب إلى الحوار ومن تذهب إلى الحوار وليس لديها تحضير جيد وإعداد جيد، كل شيء بتعتبره بالنسبة إلها جديد، لكن هو في حقيقة الأمر كل ما ذكر نشر سابقا، لم نحاججه. الحوار هو نقاش وليس فقط على يعني هل يحب الصحفي مناقشة؟ نعم، ونظهر أحيانا كذب المسؤول وعدم صحة ما يقول، ولكن بمهارة. المهارة هنا اللباقة، نظهر له في نفس الجلسة أن ما تحدث به من معلومات الآن كاذبة، ولكن لا نقول له أنت كاذب، نقول له أنت تقول ذلك وهناك معلومات أخرى مناقضة لما تقول، كيف تفسر هذا التناقض؟ تفضل فسر، كيف تفسر هذا التناقض؟ مين الصح؟ بمعنى أن في حد كذاب في العمل، وهكذا. هذه عملية هنا ذكاء، يجب أن يتمتع الصحفي بالذكاء ومجموعة مهارات. ضمن هذه المهارات سنأتي إليها بالتفصيل، يعني لا أريد أن أعرضها كلها في مرة واحدة. كسبا للوقت سنعرض بعض الفقرات الصغيرة لبعض الحوارات التي فيها نوع من أنواع السخونة. لماذا؟ الهدف أن نتعلم من مثل هذه، فيها أخطاء كمان وأنتم ستدققون جيدا، ونستخرج الدروس المستفادة من هذه المهارات حتى نقول طب ما المطلوب لإنجاح مثل هذه الحوارات. سنعرض الآن مقطع صغير من حوار ساخن جدا أجري على فضائية الجزيرة بخصوص قضية اللاجئين والوثائق التي حصلت عليها الجزيرة من مدنس، وقضية طبعا هذا الحوار أثار ردود فعل ساخنة ما بين مؤيد ومعارض في الأروقة الفلسطينية. نستمع وندقق جيدا في من؟ في المحاضرة. نحن على اتفاق مع الدكتور بركات قام كان قبل عدة أسابيع من تفجير الجزيرة لقصة هذه الوثائق، وكان اتفاقنا أن تكون الحلقة اليوم من بروكسل حيث كان له خطاب في البرلمان الأوروبي، وكنت أنا أيضا لدي عمل في فرنسا، ولكن التطورات التي حدثت وتفجير الجزيرة للقضية غير كل شيء، واتفقنا أن تكون الحلقة من هنا من عمان. وأرجو من المشاهدين أن يسامحوني ليلى حيث لا يوجد وقت لمنح المساحة لهم للأسئلة بسبب كبر القضايا التي نتناولها، والتي نأمل أن نصل من خلال هذا الحوار إلى توضيح الموقف وحقيقته بالنسبة للمشاهدين. دكتور صالح محمود، في محضر من محاضر الاجتماعات، وكان محضر الجلسة الموسعة الثالثة حول الأمن، وكانت في 11 مايو 2008،
الأسابيع الماضية. كنت في القاهرة، كنت في الأردن، كنت في أمريكا. الكل يسألون ماذا يحدث في إسرائيل، ماذا سيفعل أولمرت. موسيقان قال لك وتقول من الجميع بأننا على وشك النجاح، فقلت أنت وأنا دائما أقول لهم إن هذا شأن إسرائيلي داخلي، شأن إسرائيلي محلي، وأستمر في الكذب. لو أحد عطس في تل أبيب فإني أصاب بالزكام في أريحة وعلي أن أكذب، وهكذا فهذه هي نهاية أسبوعي المليء بالكذب. رد عليك يوسيقان وقال وكأستاذ في المفاوضات فإنك تعرف أن الأكاذيب البيضاء مسموح بها من وقت لآخر. أنا لا أشتكي، أنا أضطر، وأحيانا لا أشعر بأنني أكذب. أنت قلت ليس لدي مشكلة إنني أعترف، وأحيانا أشعر بعدم الرغبة في الكذب. كل ما أرجوه منك قبل هذه الحلقة التي ينتظرها الجميع ألا تكذب. أنت طلبت مني قبل أن أسألك 5 دقائق قبل دعونا نتوقف بعض الشيء عند هذا المدخل الذي يجب أن نأخذ منه العديد من الدروس. هذا مدخل لحوار صحفي. قبل أن يتحدث أحمد منصور كانت هناك بعض العلامات التي تشير إلى أجواء الحوار. ما هي؟ ما هي العلامات التي دلت حسب ما شاهدتم كمشاهدين؟ وجود اتهام تقريبا. قبل أن يتحدث. مظهر صائب عرقاب. تبرير أحمد منصور، إعطاء الحيثيات والمقدمة الطويلة، أعطى دليلا قاطعا أن ثمة شيء غير طبيعي في هذا اللقاء. طب هذا ما معنى؟ جو الشاحن. إنه الجو مشحون جدا جدا. تشويه. ما معناها أيضا؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك حوار ساخن، ولكن التعليق على ما تقدم به أحمد منصور، ما تعليقكم أنتم؟ أستمع إليكم. ما تعليقكم على المقدمة التي بدأ واستهل بها الصحفي أحمد منصور هذا الحوار؟ جرأة في المقدمة. جرأة. وثيقة يمكن مش معروضة للناس. وثيقة. اتهام. واثق. قوة. لو ذهبنا إلى الاتجاه المعاكس، مش الاتجاه المعاكس للبرنامج، يعني نأخذ الأمر بالناحية العكسية، أحمد منصور خرج عن حدود اللياقة اللازمة للقاء، وليس من حقه مطلقا. أحمد منصور استخدم حسب وجهة نظري استخدم مدخلا غير موفق في اللقاء. لماذا؟ لأنه فجر اللقاء من بدايته. أنا قدم شخص كبير المفاوضين ومسؤول ومعروف ومشهور على مستوى العالم ومستوى فلسطين ومستوى العرب زي صائب عرقاب، بغض النظر يا أخواتنا، لما تلتقوا شخص يعني ابعد النظرة الحزبية الخاصة تبعتنا حطوها على جنب. صائب عرقاب رجل سياسي معروف، بغض النظر اتفقنا اختلفنا هذا شيء ثاني. أن وقد يعني أعرضه بهذه المقدمة، أوجه إليه هذه المقدمة وأقول له أرجوك لا تكذب، هذا طبعا يعني توظيف غير جيد ومدخل غير مناسب مطلقا لحوار صحفي مع إنسان مسؤول. إذا شوف أحمد منصور خبرة واسعة، لكن هنا خطأ مهني جسيم. البعض قد يعني يروق له ذلك ويصر جدا ويتباهى وماذا فعل. احنا نتحدث عن ناحية مهنية، انا لا يعنيني الان مضمون الكلام، يعنيني الناحية المهنية. اذا بدأ حديث مع انسان مسؤول بهذه الطريقة والخروج عن النطاق التقليدي، ماذا تبقى لي من اللقاء؟ اتوقع جدا ان يطلب صائب عرقاب شكرا لك ولن اجيبك ويغادر البرنامج فقط. هناك نوع من الاسئله التي تحدثنا عنها، الاسئله الاستدراج والتحقيق والاسئله الاستفزازيه، لكن مطلقا لا توجه في مدخل اللقاء الا في حاله واحده، المؤتمر الصحفي. لماذا؟ هناك فرصه واحده لي لتوجيه سؤال.
هل يعقل يعني أسأله سؤالا باهتا ثم يعطيني فرصة أخرى لسؤال مهم؟ لا، هي فرصة واحدة. أما في الحالات العادية مثل هذا البرنامج فمن المفروض نتعلم من ذلك أن نبتعد عن تفجير اللقاء من البداية، نبتعد عن المثيرات من البداية، نبتعد عما يمكن أن يشكل عاملا لتوتير اللقاء من البداية. هذا المدخل لم يكن موفقا، ومهم جدا هذه النقطة تعنيني جدا في مدخل البحث عن مدخل مناسب لبدء الحوار. لذلك عندما نأتي إلى نوع الأسئلة بالتفصيل فيما بعد، هناك نوع من الأسئلة يسمى أسئلة إذابة الجليد. هذا النوع من الأسئلة فقط مهمته لا قيمة له في الحوار، ولا يأتي بأي معلومات، فقط لكسر الحاجز، فقط لكسر الجو. يعني أنا كنت أفضل عندما شاهد أحمد منصور صائب مقطر الجبين ويبدو مشحونا جدا أن يحاول أن يمتص منه هذه الغضب، يهدئه ثم يبدأ معه الحوار حتى يعمل عملية تفريغ انفعالي، تفريغ نفسي، ويبدأ الحوار على أرضية هادئة وأرضية جيدة، ثم يسخن الحوار بعد ذلك. لكن أن يبدأ ساخنا، فإذا بدأ ساخنا ماذا ستكون بعد الخطوة التالية؟ الانفجار. بالضبط، الانفجار. تفضل. لكن كلمة أزول لا تكذب بالنسبة للرجل، هو بيعترف أنه هو بيكذب، يعني هو حر، حكى أنا بكذب. هو حر باعترافه، وهو ذكره خلص. لكن أنه أنا كمان أرجوك لا تكذب، ممكن جدا يكون هذا كلام سياسي، ممكن يرد عليه ينفيه بكل ما يقول أنا لم أقول كذلك، ممكن جدا. لكن هو حر يقول عن نفسه، لكن نحن لا نقول عنه، يعني لأنه إحنا كمحاورين يجب الصحف القاعدة الأساسية أنه يستفز بلباقة ولا يستفز، يستفز بلباقة. دعونا نكمل ماذا كان الرد وكيف واجه أحمد منصور الرد. هل تعامل معه برد فعل من نفس الجنس ولا استطاع أن يمتص الغضب؟ أيضا هنا نقطة مهمة جدا في هذا اللقاء. أي سؤال؟ نحو خمس دقائق. مشاهدينا الكرام،
إلى متى ماذا قبل أن يدخل أيضا في غمار؟ أريد منكم أن تركزوا على الأشياء المتعلقة بالمهارات الإحصائية. النبرة، النبرة الحادة، النبرة الحادة. لماذا؟ هذه الحدة لماذا؟ تحية طيبة. هل نحن في عسكري؟ فلاحظوا بعد. تتعامل أجهزة الأمن العربية مع الشعوب كما لو كانت قطعانا من الدواب. الأجهزة يا دكتور لديها السلطة ولديها. يا أخي قلت هذا الكلام، قلت هذا الكلام. ليس فقط. قلت هذا الكلام يعني أنا قريني بس كل دولة هذا الكلام اللي تفضل. تعطينا الأولويات؟ بدون ما تطلع يا دكتور تطلع وأنت شايفنا. ونشاهد تجارب آخرين نستفيد منها في تطوير واكتساب المزيد من المهارات المتعلقة بإجراء الدراسة. ننتهي عن هذا.